وداد تلمسان الذي لا يزال يبحث عن نفسه دخل المقابلة بشعار الخسارة ممنوعة أمام فريق اتحاد الحراش المتألق من جولة إلى أخرى والمدعم بأنصاره، وهو ما أعطى للقاء طابع الصعوبة والأهمية واندفاع المحليين نحو الهجوم وتحول اللاعب بوجقجي من مدافع إلى مهاجم، مما أثمر وفي وقت مبكر في تسجيل هدف السبق وقعه اللاعب طويل. رد الحراشيين كان عن طريق اللاعب النجاح الذي ضيع أمام الحارس معزوزي والمتألق في هذه اللقطة. أعقبتها فرصة أخرى في الدقيقة 19 نجح فيها اللاعب النجاح في وضع الكرة داخل الشباك معلنا عن تعديل النتيجة. بونجاح وصلته كرات في العمق لكن عجز عن توظيفها لصالح الاتحاد، وهو الشوط الذي برز فيه حارس المرمى دوخا ومعزوزي. في الشوط الثاني استمتع خلاله الجمهور بعروض فنية والمقدمة من عناصر الفريقين اللذين كان بإمكانهما إحداث الفارق، إلا أن اتحاد الحراش وبلاعبه لامالي رجح كفة لصالحه بإمضائه الهدف الثاني في الدقيقة 82، وهو الفوز الذي يبقي اتحاد الحراش في الريادة.